مستمعي المشاهدي الكرام، دابا غادي نمشيو نشوفوا عناصر وافراد الجاليه المغربيه اللي راجع الى ارض الوطن دائما وحنا على متن الباخره، كيفاش دوزوا الرحله ديالهم، العادات والتقاليد ديالهم، سبب الزياره، الاهداءات ديالهم للاهل الاصدقاء الاحباب، وهادشي كامل كتلقاوه غير في راديو واحد كيحمل عنوان واحد سميتو راديو اصوات في برنامج يا موجة غني. كتسمي واحد المثال شعبي اشنو كنقولوا؟ راه راه والغوت راه، على من كنقولوها؟ شفار اللادرون. لادرون شفار، جواب صحيح، برافو عليك فاطمه. فاطمه تفوز. وبالضبط كنتوجدوا هنايا في المقصوره ديال القائد الكوموندون سي نور الدين اللي هو مغربي اللي هو كيسوق هذه السفينه هذه وكيسوق هذا الباطو هذا وكيشرف على الطاقم التقني ديالو. اهلا وسهلا سي نور الدين. السلام عليكم، مرحبا بكم. احنا معك في المقصوره ديالك، شنو المهام، فين كتمثل المهام ديالك والاشراف ديالك في هذه العمليه ديال العبور؟ المهام ديال الباخره، وهي اول حاجه انا كقائد باخره هو مسؤول على الباخره، على القياده ديال الباخره، مسؤول على باش ندخل الباخره وخرجها من الميناء، ومسؤول على القياده ديالها. كاين معايا هو الخليفه ديال المساعد، هو الخليفه الثاني، الا وقعت لي انا شي حاجه هو اللي غادي ياخذ في القانون. هذه كاينه في القانون، خصو يكون معك ديما مساعد.